يا هلا ومرحبا، مساكم الله بالخير بحلقة جديدة من برنامج وصال. إن شاء الله تكونوا بأفضل حال. دائما نقول برنامج وصال يعكس الدور والدور الإيجابي اللي تقوم فيه الجمعيات الخيرية والفرقة التطوعية والمبرات، والكل في خير وبركة بهذا الشهر الفضيل. تصدقون خلص الشهر ما شاء الله، مسرع. ودائما نقول اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ضيوفنا نجومنا، ضيوفنا دائما في ميدان العمل الخيري، ناس عندهم خبرة وتجربة يثرون برنامجنا، يثرون مستمعينا ويعطونا محتوى ويرشدون دائما على الإضاءات الجميلة اللي يقومون فيها العاملين والفرق التطوعية والمبرات والجمعيات الخيرية. فخورين بالجمعيات الخيرية كلها، فخورين بالمبرات ودورها، فخورين بكل متطوع بذل جهد وخذ من وقته وراح ووزع سواء في الكويت أو برا إفطارات صائم أو خفف من معاناة أسرة. شكرا شكرا لكم كلكم. وأنا أخوكم اليوم مصعب العتيبي في برنامج وصال، ضيوفنا نجومنا، نكرر ترحيبنا. واليوم ضيفنا من جمعية غالية على قلبي جدا، جمعية التنمية، الدكتور ناصر العجمي، رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الخيرية. يا هلا ومرحبا. الله يحييك يا منورنا. وجودكم محمد شلونك؟ سلمك الله بارك فيك. الحمد لله. شلون رمضان خلص؟ اي خلص. غمضنا فتحنا اليوم شنو 23 يا جماعة؟ اي نعم هذا رمضان ما يقعد. اي والله. باسم مستمعينا الكرام، مستمعي المارينا اف ام ويرينا تي في، دعاء واحد ندعي لوالدة مخرجنا ساهر الحبيب، ربي يقومها بالسلامة. سوت عملية قبل يومين وان شاء الله يا رب قولوا امين تقوم بالسلامة وكل مرضى المسلمين. أبو محمد ما شاء الله جمعيات خيرية، وانت كنت عندك اطلاع وعندك على البيئة وعلى الميدان الخيري. الميدان الخيري كبر أبو محمد اليوم، ما شاء الله الجمعيات الكويتية عدد كبير، في تنافس، احنا ما نقول تنافس نقول تكامل. اختصاص كل جمعية ماسكة سكة تبارك الرحمن. كانت 20 جمعية قبل 3 أو 5 سنوات، اليوم صارت 70 جمعية، 80 مبرة، فرق تطوعية، عدوا خربط. صحيح كثير. نعم. بيئة خيرية، جهد خيري في الكويت، روعة. هذا الجو الخيري برمضان جو ما ينوصف. نعم صحيح. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية أشكركم على الاستضافة. أهلا ومرحبا. على تحت الفرصة نتكلم عن يعني بعض مواضيع العمل الخيري وعن جمعية التنمية. ومثل ما تفضلت يعني الأعداد الحمد لله رب العالمين هي أعداد يعني هي مقياس صراحة لعمل الخير. العمل الإنساني الأول في الكويت نعم هو عمل خير، والتبرعات والمشاريع اللي تطرح من الجمعيات والمبرات، وأيضا إنجازات قاعد تحققها العمل الخيري الكويتي الإنساني على مستوى العالم بدون مبالغة. نعم. بدون مبالغة لكل الدول، ما تلقى دولة إلا فيها يعني مشروع من المشاريع أو إنجاز كبير جدا، ومشاريع ليست أيضا بالمشاريع المعتادة عليها الناس، بل مشاريع نوعية تخدم فئات معينة وتخدم ظروف معينة مروا فيها الأسر ومروا فيها الحالات اللي قد تكون تأثرت من يعني الأزمات الطبيعية أو يعني النزاع والصراع اللي يكون داخل الدول أو بين الدول. الحمد لله كانت دولة الكويت بفريقها الإنساني وعلى رأسهم حقيقة أخواننا في وزارة الخارجية. نعم. وكذلك زملائنا في وزارة الشؤون، جزاهم الله خير، والجمعيات والمبرات اللي ما يعني تعلى جهدا أو تنتظر فترة من الزمن حتى تبادر أنها تسعف وتغيث إخوانها في جميع دول العالم. نعم. أبو محمد اليوم ضيفنا دكتور ناصر العجمي، ومستمعينا ومشاهدين مارينا أف أم، اليوم الحلقة برعاية جمعية التنمية الخيرية. للتواصل مع جمعية التنمية الخيرية 2209-5151 أبو محمد، بداية جمعية التنمية خلنا نرجع ورا شوية. جمعية اليوم صار لها 8-7 سنين تقريبا، من أوائل 2017 تقريبا ما شاء الله. يعني نرجع شوي نتعرف على الجمعية، جمعية التنمية نتعرف عليها. طبعا يعني جمعية التنمية الخيرية هي في البداية كان اسمها شوي طويل، يعني كان اسمها الجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير. الله. هدفنا كان أن نبرز حقيقة كلمة تنمية وكلمة التطوير في البداية، لأنه كان يعني هو سبب وأساس إنشاء مثل هذه الجمعية. طبعا في البداية لما اجتمعنا كأعضاء مؤسسين قلنا يا جماعة إذا أنتم بتسوون عمل خيري لابد أن يكون في شيء جديد يطرح على الساحة.
أي يعني أمور تشوفون أنها قد تكون غايبة على مجال العمل الخيري، قد تكون من ضغط العمل أو التنافس الموجود، يعني ما في أي ما أقول اهتمام، ما في يعني البوصلة مو موجهة له، خاصة المشاريع اللي احنا نشوف أنها ممكن أنها هي مشاريع نوعية وتخدم فئات قد تكون منسية نتيجة لظروفها أيا كانت هذه الظروف. ولا ترى ما شاء الله يعني إذا أنتم بتكتفون في قضية الصدقات والزكاة والمشاريع الموسمية موجودة الجمعيات يلا وأحسن منا بعد يشتغلون إن شاء الله عليهم في مثل هذه الأمور. لكن طبعا كان الاجتماع لغير هذا الأساس، والحمد لله احنا تكلمنا بالعديد من المواضيع، ومن أهمها أن لابد أن تقدم الجمعية المشاريع النوعية اللي يغفل عنها قد يغفل عنها. شنو تقصد مشاريع نوعية؟ على سبيل المثال وبعض الفئات، يعني بعض الفئات اللي تدعم وقد تحتاج إلى دعم أو تحتاج إلى يعني الالتفاف لها وتوجيه البوصلة لها في قضايا الدعم والمساندة والمساعدة. المشاريع النوعية يعني على سبيل المثال في مشاريع موجودة لكن تم طرحها في البداية، لكن الفكرة عن جمعية التنمية أنها تطور هذا المشروع. القرى السكنية ما في قرى الإيواء السكنية على مستوى الدول اللي تحتاج إلى الإيواء سواء للنزوح أو للجوء، ما في جمعية ما سوت مثل هذه القرى أو حتى بالتعاون مع جمعيات متعددة موجودة شعولهم قرى وهذا. لكن جمعية التنمية حتى تدخل هذا المفهوم، مفهوم التنمية ومفهوم التطوير وتقضي على العواقب اللي ممكن أنها تكون نتيجة لمثل هذا الصراع اللي يدور لأثره مباشر على الأسرة من الطفل إلى ولي الأمر سواء كان أب أو أم نتيجة لحالة الأسرة، القرية لابد أنها تأخذ لها خطوة أخيرة هي الخطوة المكملة لإنشاء القرية. نعم إحنا ما نختلف على وجود المسكن والغذاء والماء الصالح للشرب والرعاية الصحية والتعليم وغيره، لكن إضافة مشاريع التمكين من جمعية التنمية كخطوة أخيرة وكلبنة أخيرة في هذا المشروع هو كان فعلا المشروع الأساس اللي احنا نقول إيه فعلا احنا راح نقوم بهذا المشروع. شو تقصد الخطوة الأخيرة؟ الخطوة الأخيرة أن نوجد مشاريع تمكين ومشاريع تحقق الاستقرار الاقتصادي للأسرة في هذه القرية. على سبيل المثال احنا بنينا كذا قرية، بنينا في سوريا قريتين وفي اليمن 3 قرى وفي الروهينجية 5 قرى. بعد ما يتم تسكين وإيواء الناس هناك اللي هم في حاجة إلى الإيواء يتم عمل مشاريع وبرامج تمكين بحسب طبيعة المجتمع هناك. يعني في سوريا مشاريع التمكين شنو كانت؟ أخذنا أرض مجاورة لهذه في الشمال القرية السوري. نعم. في الشمال السوري نعم. وتم استئجارها من صاحبها وبدأنا فيها بمشاريع التنموية، كان أقرب مشروع لهم موضوع الزراعة نعم. وموضوع الرعي، فبالتالي ولي الأمر يروح يقوم بشغله الطبيعي اليومي في كسب قوت يومه وإيجاد الاستقرار الاقتصادي للأسرة اللي هو مدخل إلى الاستقرار النفسي والاستقرار الاجتماعي. في اليمن كذلك مشاريع قدمناها ما يقارب على ما أذكر، يمكن ما حدثت إحصائياتي إلى الآن، لكن هذا كان قبل 2-3 سنوات، يمكن في القرية ومحيط القرية قدمنا 200-220 مشروع نعم. تنوع فيما بين المخبز العائلي داخل البيت، الفرن هذا أيضا في إقبال شديد عليه، تكرموا قضية رعي المواشي وال يعني الأبقار والبهائم هناك، قضية سقي الماء أيضا، توفير بعض الأبار و يعني مقابل أجرة، توفير السيارات الصغيرة اللي احنا نسميها التوك توك هذه بالعكس كانت ونتيجة لي يعني ثقل المشروع ومدى يعني تقبلا لدى الناس تم نقله على الهواء مباشرة من قبل التلفزيون اليمني في ذلك الوقت. ما شاء الله ما شاء الله. فهذا شيء فرحنا صراحة لأن احنا ما طلبنا هذا الشيء وشافوا مدى قيمة المشروع، ما أقول سعره وإنه مكلف، لا قيمة المشروع ومردودة القيمي والاقتصادي والاجتماعي على الأسرة، وهذا شيء لابد أن الكل ينتبه له، خاصة لإخواني وأخواتي رؤساء الجمعيات والمبررات العاملة في دولة الكويت، لابد أن يراعون قضية فيما بعد المشروع، هذا شيء مهم جدا، شيء مهم جدا. ترى أنتوا في بعض الأمور يمكن قد يغفل عنها الإنسان، ترى البطالة شيء مؤلم والنزوح ترى شيء
أيضا أكثر إلاما، والمصيبة الكبرى هي قضية اللجوء، أنك تطلع من بلدك إلى بلد آخر، هذا شيء مو سهل يعني. شيء مو سهل. فبالتالي راح تتولد بعض الأمور النفسية عند ولي الأمر الأب أو الأم، ممكن أن يفرغ هذا الأمر على أولاده، فتلقى أو زوجته أو يعني ولا أكيد. فبالتالي أكيد. نعم. فبالتالي يطلع لنا قضية العنف الأسري، ضرب الأطفال، التعامل بشيء من نوع من لكن وجود مثل هذه المشاريع حتى على الأولاد، حتى على الأولاد هذا لازم يشغل إذا ما درس. نعم. يعني إذا ما وفرت له بيئة تعليمية، قصدي الولد بتعش 16-17 وما حصلت يعني ما التحق في السلم التعليمي، خلاص يبغى يروح يشتغل. نعم. احنا يمكن أعرج شوي على موضوع التعليم، يمكن هذه كانت فكرة التنمية بالأساس، لكن من خلال رئاسة الاتحاد الفترة السابقة كان وما تحقق المشروع يعني مع تنمية نتيجة لدخول ظرف كورونا. فلما استلمت الاتحاد كان أول مشروع أطرحه قضية دعم التعليم في دول الصراع والنزاع. اتحاد بس نقول اسمه مرة ثانية. هو اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية. اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية. اللي يرأس الحين أخوي وصديقي وأخوي الفاضل سعد العتيبي. يستاهل. الله يعطيه العافية. وهو أجدر صراحة وأكفى، ومن الشخصيات اللي طموحة جدا والفاعلة في على مستوى. ما شاء الله عليه. ما شاء الله عليه. العافية. وجه الله يوفقه. هو أخوانه أخواته أعضاء مجلس إدارة. ما شاء الله عليهم جميعا. فكان هذا الأساس، لأن تتخيل يعني من بداية الأزمة السورية والانقطاع اللي تم من التعليم والتهجير اللي صار، وإن كانت إحنا يعني ما شاء الله الجمهورية التركية يمكن استضافت من 2 إلى 1.5 مليون، هذا جهد جبار جدا اليوم إنك أنت تستضيف يعني تستضيف سكان بحجم دولة الكويت يعني شيء مو سهل. لكن يبقى بعض المناطق وبعض الأماكن الولد اللي انولد في نفس اليوم الأزمة الآن عمره تقريبا 13 سنة، يعني واصل مرحلة بلوغ. صح. وما يقدر حتى يفك الخط ولا يعرف يكتب ولا يعرف يحسب، فما بالك لو كان عمره 5 سنوات أو 4 سنوات وقت الأزمة. الآن هم عمره 19 سنة تقريبا. فكان من الأهمية مكان أن نطرح مثل هذا المعنى لإخواننا أخواتنا في الجمعيات والمبرات، وفتحنا الموضوع على مستوى العالم العربي والإسلامي، شاركونا ناس من خارج دولة الكويت، من دول الخليج، وكذلك من دول أوروبية ودول عربية وإسلامية، وحتى من يعني مشاركات عديدة وصلت، ناس أرسلونا هم يعني من خارج الكويت، يعني من أمريكا الجنوبية تقريبا. تعال 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 إحنا بنشارك معاكم، إحنا ما راح نبي منكم شيء، وهذا المؤتمر يهمنا جدا وإلى آخره. فمثل ما تفضلت، النزوح واللجوء والحالة الاقتصادية للأسرة قد تنعكس بشكل نفسي واجتماعي على أفراد الأسرة نفسهم، بدءا من ولي الأمر إلى أصغر مكون في هذه الأسرة. ولذلك العلاج أو الحل لابد أن يكون جذري، تشوف سبب المشكلة بالضبط. الجانب الاقتصادي لا يمكن لأحد أن يهمله أو يتغافل عنه. أي نعم، لا والله عنده مأكل وعنده مشرب وعنده كذا، لمتى يعني راح تتكفل فيه؟ تكفل فيه سنة سنتين بالكثير يعني. لكن في المقابل هو ولي أمر، هو كان عنده وظيفة وكان عنده، فبالتالي يقدر يشيل نفسه بنفسه. فأنت لما توفر هذه الإمكانيات يقدر يشيل نفسه بنفسه. اليوم أغلب بعد ما شاء الله أغلب كأن المنهجية في الجمعيات الخيرية رايحة إلى موضوع التمكين. بس سؤالنا نطلع فاصل، سؤالنا هل المتبرع اليوم يدعم مشاريع التمكين؟ نروح لفاصل ونرجع مع جمعية التنمية. الحياة وصال. يا هلا ومرحبا فيكم، رجعنا لكم في برنامج وصال. نكرر ترحيبنا بالدكتور ناصر العجمي، رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية، واليوم الحلقة برعاية جمعية التنمية. للتواصل مع جمعية التنمية 22-9-5151 22-9-5151. حياك الله أبو محمد. سؤالنا قبل الفاصل، المشاريع التمكين ومشاريع الكسب الحلال، كان في صعوبة في البداية في تسويقها وترويجها للمتبرع. اليوم هل فكر وثقافة المتبرع اختلفت؟ هل في دعم منه وتفهم لهذه الحاجة لمن هذه النوعية من المشاريع؟ والله المفاجأة صراحة أن هذه الاقتراحات نعم توصل من أخواننا الداعمين ومانحين متبرعين. هو اللي يقترح، هم يقترحون يعني. وهذا دليل على أن صراحة ثقافة المتبرع تغيرت في نعم يعني الآونة الأخيرة. خلينا نقول يعني، وإن كان هذا الشيء مهم طبعا، طلعت من الجانب التقليدي والمشاريع المقيدة بنصوص شرعية،
يعني من حفر بئرا مبنى مسجدا أو غيرها من الأحاديث. هذا الفكرة التقليدية القديمة. أي نعم، اللي هي صراحة فيها أجر عظيم وكبير جدا جدا صراحة، إلى يعني مشاريع الحمد لله ما تخرج عن النص الشرعي، مشاريع فعلا عائدها على المستفيد عائد كبير جدا. العديد من الأفكار قاعد توصلنا من أخواننا وأخواتنا المتبرعين، كثير من التوجيهات حنا نستمع لها، خاصة فيما يتعلق بمواضيع الإغاثة، مواضيع المشاريع الخاصة بالأسر سواء داخل أو خارج دولة الكويت، وهذا شيء مفرح صراحة. نعم. هذا دليل على أن الناس بدأت تتفهم، وبدأوا الناس يعني وأيضا مؤشر كبير على مدى تعلق أخواننا وأخواتنا وشعبنا الكريم في العمل الخيري كعمل إنساني بداية كعمل خيري بالدرجة الثانية. العديد من المؤسسات الموجودة داخل الكويت هي كانت نتيجة لأفكار صراحة. يعني مرة من المرات زرت دار عبد الله. دار عبد الله مشروع، هذا يعتبر مشروع خيري تبع الجمعية الكويتية أظن لعلاج لمرضى الأطفال. بيت عبد الله. صح. الدكتور هلال ساير. اي، والتقيت صراحه انا رحت طبعا وتوقعت اني راح اشوف يعني مجموعه من الغرف ملحقه بمستشفى السرطان منتجع وكذا ما شاء الله. يعني بعدين لما سالت وشفت ورحت بالطريق لقيت الـ يعني جوجل مابس قاعد يوديني الى مكان اخر مقابل وزاره الصحه، ودخلت لقيت مبنى، اي مبنى صرح ايه ما شاء الله، شيء على المستوى، شيء مشرف صراحه. كانت هي فكره بالاساس، وشوف طريقة العمل داخل وطريقة توفير الجانب التلطيفي للأطفال سواء إذا كانت في مراحلهم الأخيرة أو في مراحل الشفاء إن شاء الله تعالى، شيء عجيب يعني، شيء واحد يفتخر فيه. ولما أقعد مع دكتور هلال وزوجته الكريمة يعني السيدة مارغريت ومديرة البيت نفسه، يقولوا إن هذا المركز على مستوى عالمي يعتبر محقق جوائز على مستوى الدول الأوروبية والدول، هذا شيء هي فكرة مسرح وحمام سباحة وحدائق وألعاب وشاليهات على البحر. نعم، تلقى إن هي في البداية فكرة تبناها أحد الأشخاص اقتنع فيها وبدأ بالتسويق. طبعا ما مو بيوم وليلة وجد هذا المكان، لكن المثابرة والمداومة على قضية فعلا تحقيق هذا الإنجاز هو هذا الأساس صراحة. نعم، أنت إذا اقتنعت بشيء وحسيت أن فعلا هذا الشيء راح يكون له أثر على المدى البعيد، اللي هو شعار تنمية خير يمتد أثر، إحنا بالخير يمتد الأثر ماله، ما يكون استدامة. وليد ما يكون وليد اللحظة. نعم. بس تعال أخذ المأكل، أخذ المشرب، أروح. لا، أبي شيء. المشكلة فعلا إحنا نساهم في حلها، إحنا ما راح نحلها، لكن إحنا لابد أن نساهم في بعض جوانب حل جوانب بعض هذه المشاكل. أبو محمد، الروهينجا وقضية الروهينجا، يعني اللي يتابع ويقرأ ويسأل عن جمعية التنمية دائما مرتبط في جمعية التنمية اللي هي موضوع الروهينجا، شنو علاقتكم بالروهينجا وليش مركزين عليها؟ مشاريع كثيرة أعتقد بيوت ومدن وقرى أقصد، شنو قصة تركيزكم على هذه القضية بالذات؟ والله موضوع الروهينجا صراحة يعني أنا قبل لا أدخل إلى مجال العمل الخيري كان الشغل الشاغل للواحد، كان في بداية لما قرأت عن الأزمة اللي صارت للروهينجيين. نعم. والنزوح الكبير اللي تم في العام 2017 يعتبر، لكن كانت في حوادث مع انطلاقة الجمعية. نعم. قاعد تلاحظ 2017 على 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 وهذا الشيء يمكن خلاني فعلا يعني أنا فكرت كثير قبل أدخل مجال العمل الخيري وترشيح بعض الجماعة اللي كنت أنا في الجمعية العمومية، وترددت لأنه فعلا يحتاج تفرغ ويحتاج كذا، قاعد 6 شهور على ما أعطيت قرار يعني في الجانب هذا، لأن وراء ما وراء صراحة. صح. يعني أنت لازم خلاص تفرغ نفسك. صح. يعني تكون إضافة أو النتيجة، لا، وفوق هذا كله لا تتحمل كلام الناس، تتحلم يعني هذا شيء لابد أنت تكون إذا. نعم. أنت مو مستعد لا تلوم الناس، لا تدرد، لا تتخلص. فبالتالي خاصة موضوع الروهينجيا فعلا هو الشعب أول شيء لاجئ اجتمع عليه الظلم من كل الأطراف. الشعب الآن لاجئ يعني مشكلتين، اللجوء إلى دولة بنغلاديش من دولتهم الأصيلة بورما، هم سكان أصليين باعتراف. نعم. الأمم المتحدة واعتراف بعض الدول والمؤرخين. أيضا المشكلة الثانية قضية انعدام الهوية. نعم. بورما ما تعترف أنهم مواطنين برميين، وخرجتهم. نعم. من
قانون الجنسية اللي تم إقراره في سنة 82 دخلت كل الأقليات إلا الأقليات إلا الأقلية المسلمة هذه الروهينجيا، حتى الأقليات اللي ما تتجاوز 2000-3000 شخص دخلتهم في قانون الجنسية واعتبرتهم من سكان برما الأصليين. كم تعدادهم أبو محمد؟ حاليا هم تقريبا يوصلون إلى كإجمالي قريب 3 ملايين. نعم. 700,000 650,000 إلى 700,000 موجودين حاليا داخل بورما في مناطقهم الأصلية. مليون و100,000 موجودين في مخيمات كوكس بازار وحواليها في بنغلاديش، لأن بنغلاديش تفصل عن بورما يعني البحر فقط، يعني مثل إحنا مع إيران أو يعني الضفة الثانية بنغلاديش. ومخيمات كوكس بازار هي على الساحل تعتبر. غير المواطنين الروهينجيين الموجودين في أندونيسيا وماليزيا وموجودين حتى في دول أخرى، تركيا موجودين أيضا، تعرضوا أيضا اللي قدر. ودنا بس أبو محمد نطلع بتقرير، عندنا تقرير عن مشاريع جمعية التنمية الخيرية في الروهينجيا، نطلع للتقرير ونرجع لكم. بفيض عطاء تقر العين يحث بكل يقين وجود صفا شرعي ينير الكون يجعل ينير الكون ما شاء الله أبو محمد، بطانيات، مواد غذائية، شنو بعد؟ هذا كله بالروهينجيا؟ سلات غذائية؟ أي نعم، ملابس. مليون، مليون و200 نازل. يعني مبلغ عدد كبير جدا. إحنا يمكن لا يمكن بإحامة الأحوال أن جمعية التنمية تغطي هذا الجهد. بس خمس قرى، قاعد نتكلم عن خمس. نتكلم إحنا بنينا خمس قرى. ما شاء الله ما شاء الله. نعم. وصراحة العديد من اتصالات وصلتنا ومبادرات احنا قدمناها، يعني نعم. الله يعطيه الصحة العافية الشيخ سعاد الصباح، تكفلت بناء قرية ما شاء الله ما شاء الله، طيب الأثرى المغفور للشيخ عبدالله مبارك، نعم، باسمه بنيت هناك وقف الزير، أيضا بنوا هناك ثلاث أحد المساهمين معانا وأهالي المسجد تكفلوا بناء قرية، هذا المسجد العثمان. كم البيت تقريبا عندك خبر؟ يعني حدود 2000 ألف؟ إحنا القرى ما تتجاوز 100 منزل. المنزل كم؟ ما تتجاوز 100 منزل. 100 منزل. يعني نتكلم بنينا ما يقارب من 500 إلى 600 منزل. وطبعا نراعي فيها قدر الإمكان الشروط المفروضة من الحكومة من بنغلاديشية، قضية أن يعني تبنى من أشجار البامبو وغيرها وكذا، يعني تكون مؤقتة. مؤقتة. نعم. لغاية ما تحل هذه هذه المشكلة. فإحنا يعني أزمة الروهينجيا أزمة قديمة جدا، ترى يمكن وسائل التواصل الاجتماعي هي اللي سلطت الضوء على هذه الأزمة، والأزمة صار لها فوق 100 سنة 150 سنة. يعني يمكن مستمعينا وسمعات الكرام ممكن يعني الشيخ محمد أيوب رحمة الله عليه إمام الحرم المكي من الروهينجيا. لا إله إلا الله. من الناس اللي طلعوا في الخمسينات أو قبل. أكثر من نزوح وأكثر من هجرات. طبعا أكثر من هجرات وأكثر من نزوح، هذا غير يعني الاعتداءات الشبه أسبوعية عليهم من بعض الأهالي وبعض السكان أو بعض الديانات الأخرى. فهي أزمة قديمة، وهذا دليل على أنهم ناس كفاء، يعني ناس علماء وفيهم ناس يعني أهالي يتعرضون إلى حملة جهل أو تجهيل بشكل كبير، يعني يحتاجون إلى تعليم إلى تثقيف إلى والصعوبة في ذلك أن اللغة الروهينجية هي يعني لا تقدر تقول إنها لغة بنغلاديشية أو لغة كذا، هي لغة مستغلة بروحها، يعني فتحتاج مخاطبة بشكل مباشر من ناس مختصين في هذا الجانب إلا إذا أنت تتعلم جهة أخرى. المركز الطبي أبو محمد اللي في 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 المخيم، في مركز طبي غير عن القرى
جمعية المياباني مركز طبي هناك؟ هو مركز صحي. مركز صحي. موجود. مستوصف. مستوصف. كان هدف الأساس هو إعطاء التطعيمات اللازمة للأطفال والأطفال حديثي الولادة. هذه فكرة إنشاء. أي نعم في البداية، وبعدين بعد ما تنتهي خدم على باقي السكان هناك. لأن أنت عارف وجود الأوبئة، يعني إحنا ليش تكفلت قلنا مشاريع نوعية، مشاريع تحل المشكلة من الأساس. جمعية التنمية تتبنى مثل هذه المشاريع. يعني إحنا بنينا محطة تحلية المياه، وبنينا في المقابل محطة للصرف الصحي. نعم. لأن مشكلة المشاكل هو الماء. الماء إذا كان الماء مو نظيف صح كل الأمراض راح تنتشر. نعم. على السكان نفسهم. ما سويت شيء، أنت قاعد تعالج ردة الفعل أساس المشكلة. إيه نعم، فأنت تعالج المستوصف يقدم علاجات مجانية، قدم تطعيمات وعلاجات مجانية. طبعا مجانية. أدوية مجانية طبعا. أنا هذه كلها تبرعات. أنا بقى يمكن أمي تحدد أشياء بالخط أو كذا. إيه لا لا، وتعاوننا كبير مع اللي خلانا أيضا قبل لا ندخل هذا الميدان أن نشوف حجم المشكلة والكارثة وشون نقدر نتعامل معها. نعم. إحنا يعني ما ودنا نقول هي هو عمل الأساس لدى جمعية التنمية الخيرية. كانت في محاولات سابقة لبعض الفرق التطوعية وبعض الجمعيات، لكن كانت محاولات خجولة يعني صراحة. أنت تتكلم على منطقة 25 كيلومتر مربع يتواجد فيه 1,100,000 يعني الناس فوق الناس. أي نعم. فأنت تتكلم على وإن كان الناس فيها فقر وعازة، لكن هذا أيضا خليهم مدعاة إلى ارتكاب الجريمة، إلى عدم وجود الأمان في هذه المخيمات. نعم. انتشار كل الأمور اللي أنت تتوقعها من يعني سرقة أعضاء البشرية، الخاطف، إلى الأمور هذه كلها. فبالتالي الفرقة التطوعية والجمعيات الثانية مثل ما احنا نقول شلون واحد جايب غرض للبيت حق أخوه ولا جاره، يجي يحط الغرض عند الباب، يطق الباب ويمشي. يمشي. يعني ما يتجرأ أن يدخل داخل، ها في مشكلة راح تصير. بعد ما بحثنا وشفنا أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عندها عمل هناك في ودرسنا الحالة وخريطة العمل هناك، وجدنا الأمم المتحدة قاعد ترعى 38 مخيم من أصل 44 مخيم. يعني أنت قاعد تتكلم على ما نسبته يعني قريبة 90% من المخيمات قاعد تشرف عليها. ليش مو قاعدة تشرف على الكل؟ الأمم المتحدة، لأن الباقي متكفلين فيه بعض الجهات. الجهات يعني الجمهورية التركية، بعض المنظمات الأوروبية وغيرها من المنظمات شغالة في هذا الجانب. وللأسف ما في أي منظمة عربية وإسلامية موجودة داخل مخيمات الروهينجيا، كلها منظمات من جنوب أفريقيا وأوروبا، ويعني تركيا يمكن هي شغاله يعني شغاله شغل مرتب في هذا الجانب كونها يعني دولة إسلامية أو يعني أو قريبة من الجانب هذا. ولذلك كان ارتباطنا مع الأمم المتحدة للسنة الرابعة على التوالي بجمع التبرعات لتنفيذ مثل هذه. نعم. المشاريع نفذنا معهم العديد من المشاريع. عندنا خطة عمل ورؤية للروهينجيا، حنتمنى أن المشكلة تحل من الأساس. يعني خلال الفترة الأخيرة الحكومة البنغالية البنغالية تعاونت بشكل كبير في إعطاء هويات للاجئين الروهينجيين، توفير وسائل، بعض وسائل الاتصال، أو كان ما عندهم لا وسائل اتصال ولا تلفونات ولا غير، ممنوع عليهم. فتيسرت مثل هذه الأمور. هذا سهل علينا جدا صراحة أن نوصل المساعدات حق غالب اللي نقدر عليه في محيط العمل اللي احنا فيه. جزاكم الله خير. نروح لفاصل ونرجع مع جمعية التنمية والدكتور ناصر العجمي. ردينا لكم نواصل الوصال. يا هلا ومرحبا فيكم، رجعنا لكم في وصال ومعنا الدكتور ناصر العجمي رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الخيرية. ونذكركم هذه حلقة برعاية جمعية التنمية الخيرية. للتواصل مع جمعية الخيرية، جمعية التنمية الخيرية 22-220-95-151 220-95-151. قلتها صح؟ 220-95-151 احنا احد الحملات اللي طرحناها مرة في التلفزيون، تحت التلفزيون يعني، وراحوا قلبوا آخر أربع أرقام صار 1-5-1-5. قلبوا غلط. قلبوا الحملة كلها راحت. بس في الحملة بدت يعني. فنقولها 220 9
5-1. جمعية التنمية ما شاء الله. طرنا من روهينجب ومحمد، واليوم المآسي والكوارث والأزمات بالوطن العربي حواليك يعني لا تعد ولا تحصى للأسف. الله نسأل الله أن يحقن الدماء. اليمن، حرب اليمن وظروف اليمن وأزمة اليمن، شنو ملفات جمعية التنمية في اليمن؟ اليمن يعني اليمن الشقيق، الجمهورية اليمنية، إخواننا مثل ما باقي الشعوب صراحة إخواننا في الدين والعرق والعروبة. وصراحة الجمهورية اليمنية يعني تعاني كثير من أزمة نزوح داخلي بشكل ما تتوقع. نعم. ولا زالت الأزمة موجودة. نعم. طبعا ينطبق عليها مثل ما ينطبق على باقي الدول اللي تعاني من صراع ونزاع. نعم. يحتاجون إلى كل مقومات اللي تساعدهم في الحياة. نعم. العديد من وإن كانوا أنا أشوفها باقي الدول يعني يمكنهم أخف شوية من باقي الدول اللي تعرضت للأزمات. نعم. لكن الأزمة هي الأزمة، يعني الإنسان إذا خرج من بيته هذا طبعا مشكلة ومصيبة كبيرة بالنسبة. نعم. له، فبالتالي هو يعني نفسه وأسرته ومجتمعه ومحيطه اللي هو فيه. ولذلك المشاريع الموجودة في اليمن مثل ما قلت يعني سياسة وفلسفة جمعية التنمية الخيرية في أنها تحقق فعلا المشاريع. نعم. اللي تطبق في شعارها الخير اللي هو يدوم وخير. نعم. يمتد أثره على مستوى الدولة نفسها. أقامنا حقيقة العديد من كان همنا بالأساس مشاريع التمكين في الجمهورية اليمنية، مشاريع التمكين وغيرها من المشاريع النوعية اللي تعالج فعلا الآثار الناجمة عن هذا الصراع وهذا هذه الحرب. حاليا حنا شغالين في إنشاء مركز الكويت لتركيب الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي في منطقة تعز أو في محافظة تعز، والحمد لله يعني احنا وصلنا الى مرحله متقدمه في انشاء. نعم. هذا المركز، ونحتاج الى دعم اخواننا واخواتنا. ليش مركز الاطراف؟ مركز الاطراف لان في تعز، خليناه في تعز لان مركز الاطراف صناعيه. اطراف صناعيه. نعم. طيب. خليناه في محافظه تعز لان على مستوى الجمهوريه اليمنيه او الجهات المحافظات اللي عانت من الصراع يعني نتج عنها ما يقارب قريب تقريبا 4000 شخص مبتور الأطراف، سواء الأطراف السفلية أو العلوية، بالإضافة إلى أكثر من 10000 مقعد بسبب قوة الانفجارات. هو إنسان سليم لكن نتيجة الانفجار ما يقدر يقوم، يحتاج إلى علاج طبيعي على كراسي والشير وعلى سبيل. نعم. وين واصل المركز؟ يعني تقريبا إحنا نقول وصلنا إلى 60% ما شاء الله المركز. نعم. وحقيقة المشروع يعني صار له تقريبا 3 سنوات ونحتاج بعد الله سبحانه وتعالى دعم أخواننا بشكل كبير. العديد من المتبرعين تكفلوا بالعيادات المركز مقسم. وإن كان هو مركز تركيب أطراف وعلاج طبيعي لكن إحنا أوجدنا فيه 4 عيادات تخدم عامة الناس. عيادة لمركز لغسيل الكلى، جهازين أو 3، لفحص الدم، الأشعة، أيضا مركز رعاية أولية داخل المركز التركيب الأطراف، بالإضافة إلى الدور الأخير هو نصه تقريبا راح يكون معهد لتدريب يعني الممرضين على كيفية تركيب الأطراف الصناعية وترتيبها، وكذلك على يكون مكان للعلاج الطبيعي لبعض المقعدين نتيجة لأثر. نعم. هذا النزاع. أبو محمد تسمح لي، أعتقد عندكم تقرير في تقرير. نطلع تقرير اليمن مع جمعية التنمية ونرجع. أوقدت قنديل الحياة فتبسمت كل الحياة بسخى يمين أشرقت ولاح في الأفق ضياء. خير يمتد أثره، تجسد قولا وفعلا في مركز الكويت للأطراف الصناعية وعلاج طبيعي. الأثر سيمتد إلى فئة من المرضى المعاقين وأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة بتوفير الخدمة العلاجية أو الطبية المناسبة لهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب خيرهم ويتقبل نفقاتهم ويجزل لهم العطاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فذا الإحساس شذا الأنفاس.
ابو محمد هذا الحين شفته طلعنا التقرير، هذه صور حديثه ولا ست شهور؟ اي تقريبا ست شهور. لا الامور طيبه ان شاء الله. نبي همات المستمعين والمتابعين مارينا اف ام وعديد من قاعد كلامك اخوي بحر. نعم. عديد من المتبرعين صراحه احنا قلنا لهم يعني فرصه ان انتم تكفلون بعياده كامله يعني، ولقينا مساهمه من متبرع وتكريما لاحقه يعني حطينا اسمه، راح نحط اسمه ان شاء الله تعالى على العياده وانها بتبرع منا، وهذا شيء يعني اقل ما نقدر نسويه. يعني اليوم اللي يسمعنا اي متبرع حاب انه ياخذ او يتبرع بعياده كامله، نعم، بامكانه يراجع جمعيه او يتواصل مع جمعيه التنميه 22 9 51 51. نعم نعم. 22 9 51. موقع الكتروني. نعم. وطبعا كل عياده لها تكلفتها المستقله بروحها. نعم. بالتالي المتبرع راح يعرف كم راح يتكفل فيه لانشاء هذه العياده بمعداتها. نعم. نعم. والطاقم التشغيلي أيضا المشروع من ضمن ميزانيته تشغيله لمدة سنة على ما نرتب أموره في أنها تتبنى الدولة أو ممكن يعني وزارة الخارجية في الكويت أو الهلال الأحمر الكويتي يتبنى هذا الموضوع أو الأمان العام للأوقاف أو أكثر من جهة، لأن هذه مشاريع كبيرة تحتاج إلى جمعيات. نعم. أعتقد يعني تتكفل أو موضوع الميزانية تكون عندها. نعم. وعندها واللي مشاريع مقدور عليها يعني واللي مقدور تشغيلية مقدور عليها إن شاء الله الواحد مدام متوكل على الله. إحنا نتوكل على نروح فاصل ونرجع مع جمعية التنمية. يا هلا ومرحبا فيكم، رجعنا لكم مع جمعية التنمية والدكتور ناصر العجمي اليوم ضيفنا رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الخيرية. يا هلا ومرحبا. يا هلا يا أبو عمر. رجعنا اليوم في موسم رمضان وما شاء الله الجمعيات كلها وجمعية التنمية من ضمنهم تشتغل على قدم وساق، وما أدري يعني حتى يمكن الموظفين ما يرتاحون الحين. موسم رمضان هذا يعني أحد المواسم الكبيرة يعني. صحيح. على مستوى العام بالإضافة للعشر الأوائل ذي الحجة وغيره. نعم. ورمضان وعشر أواخر يعني. نعم. إن شاء الله جاهزين ما شاء الله يعني منطلقين والواحد يتوكل على الله مثل ما قلت. أبو حميد شنو عندكم برمضان الحين خلال المشاريع القريبة الفترة الحالية؟ والله أبو عمر إحنا كل يوم كان على مستوى يعني على مدى شهر رمضان المبارك كل يوم عندنا مشروع. نعم. فبالتالي العديد من المشاريع اللي نحس أنها ممكن أن أخوانا أخواتنا المتبرعين يساهموا فيها نقدمها لهم بشكل مباشر يعني، وخاصة مثل ما قلت لك اللي المشاريع اللي تحقق فلسفة التنمية وأهدافها في قضية التنمية المستدامة ومشاريع التمكين الاقتصادي واستقرار الاقتصادي للأسر. نعم. بالإضافة أيضا بخط موازي إحنا ما نغفل عن المشاريع الموسمية نقدمها لمتبرعينا ومتبرعاتنا الكرام، يعني موضوع إفطار الصائم، الكسوة والعيدية وغيرها من المشاريع اللي مثل ما هي موجودة على مستوى العام كمشاريع موسمية بحينها نقدمها لهم. لكن احنا راح نوصل احنا نقدم صراحة الشيء اللي فعلا يعني المتبرع يحس انه فعلا هذا هو المشروع اللي ممكن هو يتبناه، خاصة الجانب اللي احنا نتكلم فيه على جانب الوقف. الوقف هذا شيء كبير وشيء عظيم جدا ومفهوم اسلامي عريق وعميق في نفس الوقت، وهو موجود أيضا حتى في الدول الغربية وموجود عندهم قضية الإيقاف هذه ويسمونها التراست، مؤسسات موجودة على هذا الأساس، جامعات بنيت على التراست هذه على الأوقاف هذه اللي هي موجودة، وإن كان مسماها يعني اللغوي منطبق عليهم. فبالتالي تلقى العديد من العائلات الغني منهم يوقف أمالك كلها، مثل ما احنا نسمع حوادث غريبة يوقفها على القطط وعلى الكلاب، نلقاها يوقفها على إنشاء جامعة وعلى دعم طلبة. هذا صح. طلبة. نعم. جامعة كاملة لمدة 10 سنوات تخيل يعني. فبالتالي احنا يعني اخوانا اخواتنا المتبرعين. نعم. عندهم من الوعي وعندهم من الثقافة مثل ما ذكرنا في. نعم. أول حلقة في موضوع المساهمات والتبرعات على. نعم. مستوى المشاريع. تحقيق الإنجاز هذا شيء مو سهل. نعم. التحقيق الآني هو أسهل ما يكون، التحقيق اللحظي هو أسهل ما يكون، هذا. نعم. شيء فيه أجر كبير إحنا ما ننكره، لكن أنت ليش ما تخلي خيرك يستمر؟ نعم. لا تخلي هذا الأجر يستمر لك فيما بعد. إحنا والحين ودنا حلقة تستمر أبو محمد بس عندنا 5 دقائق. نعم. نبي نروح. فأنا أذكر. نعم. نبي نروح على غزة ضروري. نعم. نروح على غزة. شو اللي قاعد يصير هناك؟ شنو مشاريع اللي قاعد تخف من آلام إخواننا اللي هناك؟ شو اللي تنفذ؟
وين رايح الدنيا؟ أنا كانوا عندي ضيوف هني من جزاهم الله خير من وزارة الشؤون، قالوا إحنا نسمح فقط في الغذاء والإيواء والدواء، إعادة الإعمار ما إعادة الإعمار هذا أعتقد جايينها أعتقد راح تصير مؤتمرات دولية. يعني هذا إجراء سليم جدا يعني. التنمية في غزة. التنمية في غزة قبل هذا كله أنا في مقولة أقولها في كل لقاء وفي كل هذا إن جناحين العمل الخيري هم وزارة الخارجية ووزارة الشؤون، وأنا من يعني حلقتكم هذه أوجه شكري لأخوي الفاضل حمد المشعان وكيل مساعد لقطاع التعاون الدولي في وزارة الخارجية، من أحرص ما يكون على هذا الجانب. وزارة الخارجية من أحرص الناس والمؤسسات على العمل الخيري. وزارة الخارجية كل أسبوع كل يوم أحد يعني أفتح الإيميل ألقى الإيميل مرسل الساعة 6، يعني تخيل بالجمعيات الخارجية المعتمدة أو اللي تم إيقافها أو اللي إيقافها لتجديد أوراقها، بالإضافة إلى التحديث الأسبوعي لعموم الجمعيات. نعم. اللي ممكن جمعيات الكويت تتعامل. أبو محمد العمل الخيري بخير لأن في وايد كلام قاعد يطلع، إحنا بخير يعني دائما إحنا نوصل أن وزارة الشؤون حريصة على الكل اليوم حتى ما في تبرعات نقدية. العمل الخيري بخير طبعا. رسالة المشككين. العمل الخيري من أحسن من أحسن من أحسن ما يكون. صحيح. ما في أي كلام. وقضية كلمة التشكيك هذه يعني هي بعيدة جدا عن العمل الخيري. إذا كان أي كلام يطلع هو كلام صراحة أنا معذرة على الكلمة كلام إنسان حاقد على العمل الخيري والإنساني. يا أخي صندوق التنمية تأسس قبل استغلال الكويت سنة 57. صندوق التنمية تأسس بشكل رسمي، أول جمعية مسجلة قبل استقلال الكويت. قبل استقلال الكويت أول جمعية مسجلة بشكل رسمي في خلينا نقول في أي ديوان في ذلك الوقت، ديوان الإداري أو ديوان أي وزارة، سنة 38 و 37. شو نتكلم عنه؟ المواقف الموجودة واستضافة الكويت للناس نتيجة الهجرات الموجودة والظروف السيئة قد تكون نتيجة للجوع وإلى آخره، سنة الهدامة وغيرها من المشاركات الكويت في فزعات الكويت السابقة اللي قبل استغلال لفلسطين وغيرها وإلى آخره، والوثائق الموجودة هذه أنت يعني إيش تتكلم عنها؟ يعني تجي تتكلم لي على مواضيع والله أنتوا الفلوس وين تودونها وين تحطونها؟ فلوس ما في دينار، أي دينار ما في فلوس يطلع إلا وزارة الشؤون تعرف وين راح، وزارة الخارجية وقبل الاثنين هذولا الجمعية تعرف وين راح هذا المبلغ. إحنا مو جايين يعني نلعب بأموال الناس وأموال المتبرعين والمساهمين، يعني إحنا بنوصل فعلا الخير لهؤلاء الناس، وحرصنا الآن قدر الإمكان على أن فعلا كل دينار قاعد يوصل لمستحقي. أنا كل دينار فعلا تنطبق عليه مقولة التنمية أنه الخير ليمتد أثره، كل دينار ما يكون فيه أي جانب من جانب الحجر أو جانب الإسراف. نعم. عندي سؤال أنا، بس أنت قلت لي 6 أشهر وأنا أفكر ألتحق ولا ما ألتحق. العمل الخيري شو اللي غير فيك دكتور ناصر العجمي؟ هذا سؤال شخصي. باقي دقيقة. والله غير كثير صراحة. نعم. يمكن أكثر تغيير لي يمكن أنا ما كنت عارف صراحة طبيعة، أنا كنت أظن يعني الإخوان العاملين في العمل الخيري قاعدين على مكاتبهم وعمله يبدأ من الساعة 9 إلى الساعة 1 ويرجع العصر إذا ما رجع. لا والله الأمور يعني 24/7 يعني تليفون على طول شغال، شغلك ما ينقطع. نعم. وتتفاجأ يعني في ناس تدق عليك تطلب مساعدة، في جهات من خارج الكويت تتصل عليك والله سمعنا فيكم كتنمية، في شغال 24 ساعة على 7 أيام. وفوق هذا كله يمكن رئاسي السابقة للاتحاد عرفتني أكثر وأكثر وأكثر على طبيعة العمل الخيري. يعني ما كنت أقدر أقول هالكلام عن وزارة الخارجية والشؤون لو ما كنت أنا موجود في رئاسة الاتحاد وعارف فعلا، يمكن رئيس الاتحاد عارف فعلا شغلهم في وزارة الشؤون الخارجية والحماية اللي قاعد تصير للعمل الخيري. محمد كلمة أخيرة منك. إذا كانت في كلمة فهو شكر صراحة لأول شيء لإخواننا في وزارة الخارجية، إخواننا وزارة الشؤون. نعم. وأيضا على القيادة السياسية على دعمهم اللامحدود لإخواننا على مستوى دول العالم، يعني بيضاها على مستوى غزة، طيارة تطلع كل يوم دعم لإخواننا في غزة. نعم. أوجه الشكر أيضا لإخواني وأخواتي رؤساء وأعضاء الجمعيات والمبرات الخيرية والفرق التطوعية في دولة الكويت على شغلهم وعلى جهدهم وعلى تعاملهم لهذا الأذى وهذا الجهد وكلام الناس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يضيع لهم
أجر في هذه الأيام الفضيلة في أيام العشر الأواخر. آمين آمين. وأشكركم أنتم صراحة على هذه الاستضافة وأن أعطيتونا فرصة حتى نتكلم على مكانك جمعية التنمية. مكانك. شكرا لضيفنا دكتور ناصر العجمي، كان معنا رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية. شكرا لكم ونشوفكم باكر، وأنا أخوكم مصعب العتيبي أقول لكم فمان الله راسوتي.